السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا. اليوم الجمعة الموافق 6/5/1438. طبعا نتواجد الآن على طريق حقل، بين حقل وتبوك، الجبال اللي بين حقل وتبوك. طبعا هذه الجبال من أخطر الجبال على طريق حقل تبوك، والآن نبي رحلتنا إن شاء الله اليوم الرحلة داخل أعماق هذه الجبال. طبعا هذه الجبال شوفوا، هذه هي الجبال، نبي نحاول ندخل مع الجهة هذه ونستكشف جمال وطبيعة هذه الجبال. طبعا فيه جبال أخرى هنا، شوفوا شوفوا هنا، هذه مقابلة للجبال هذه. كان معكم أخوكم الرحال السعودي طريق حقل تبوك، حمده مزاني، شكرا لك.